ليش هالعمل له خصوصية عندك؟ أحبه، ليش؟ أحب شخصيتي، أحب المياسة على أنها وايد يعني تف وكذي ناشفة ومتعجرفة وعنجهية، بس كنت أبي بخاطري أن أنا أخذ هالشخصيات النوعية هذه من شخصيات في أكت مختلف، في طريقة تمثيل مختلفة. كنت توني شايفة مسلسل ذا كوين جامبت، فقاعدة أطالع أقول إحنا شنو الفرق بيننا وبينهم؟ كلنا ممثلين في النهاية، عندنا هالقدرة، وعندنا القدرة ان احنا نطلع اي كاركتر ممكن نسوي. بطلع كاركتر حق المياسة، بطلع شلون لا تسأليني. فتناقشت طبعا مع المؤلفين محمد وعلي شمس، اوجه لهم تحية طبعا، ان انا الحوار عليك والتمثيل علي، تكفى الله يخليك لا تقيدوني، شو اقول عند المخرج. فتناقشت مع استاذ باسل، وعلى فكرة استاذ باسل جدا حبيب وقريب، يعني مو انا جاي مثلا اي جدا، وقريب ويسمع ويحتضن الممثل، يعني وايد يحترم وجهة نظر الممثل جدا، ان استاذ ايش رايك اسوي كذي. انا حسيتها اكثر حاضر يلا تم خلينا نجرب، مو يعني مو صارم، مو يلا بتسوين هذا وعلى كيفي، ما عنده كذي. فهذا كله بالنسبه لي انه هم قاعدين يساعدوني ان انا اطلع شيء اللي انا خاطري اسويه. مرنين معاك يعني جدا. وبعدين انا لاحظت هبه انك انت استخدمتي شيء في الواقع موجود عندك لكن للحين ما طلعتيه على التلفزيون بشكل كامل، الحس الكوميدي طارق. بالضبط. يعني تلعبين مع الفنان حمد العماني بحس كوميدي وفي افشات كوميديه وبسيط. ايوه قطيتها عشان بعد ما يكرهونها 100%. هذه شغله. وعلى فكره في شغلات يعني مثلا تكون مكتوبه بس هي وايد جامده، يعني انه لازم الحين اسوي فيه كذي، انا كنت اسويها قطه والله الكاست كله يقعدون يضحكون بعد ما يقولون كات مثلا، فأحس أن هذا مثل ما وصل لهم أكيد بيوصل حق الجمهور.